اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني اخد التويتر وحضراتكم بعت لنا على هاشتاج معوض الشاطر. محمد احمد بيقول لك كيف كانت علاقه كابتن سيد بجيلبرتو؟ لا، علاقه كويسه جدا، لان في مش حاجه هتكلم انا مش هرد لا مش هرد في حاجتين بقى. في حاجتين مهمين. اتفضل. جيلبرتو من الشخصيات المحترمه جدا اللي تجبرك على احترامها. بالظبط. يعني خلي بالك ممكن يكون منافسه اسلام بين اتنين، بس حد يعني يدفعك لان انت تغلط او تعمل حاجه، فانت ما يكون اللي قدامك يعني التعامل محترم. باحترام. فلا هو يعني اساسا ولا انت فاهمه ولا هو فاهمك. لا غير كده يعني احنا الاثنين، خلي بالك ان انت صعب جدا في فرقه يبقى لعيب اساسي في منتخب انجولا ولعيب اساسي في منتخب مصر. صح. موجودين في نادي واحد، فدي لوحدها يعني. مستر مانويل مثلا حاول لعيبنا احنا الاثنين فتره ما نجحتش، كابتن حسام بدري حاول يعملها ما نجحتش، لان احنا الاثنين طريقه لعبنا قريبه شويه من بعض. ان احنا كل احنا الاثنين بنلعب على الخط، يعني احنا الاثنين ما بندخلش لجوه كتير. فده اللي فرق. انما كعلاقه لا، انا يعني جيلبرتو من الناس برضو اللي تتمتع والكرة معاها. يعني جيلبرتو وهو في الملعب تتبسط وانت بتتفرج عليه. لعيب كوره شخص ايه يا جماعه، لعيب ما شفتش حد طيب هو كده. هو مش موجود. يعني انت ما تحسش بيه، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي كلمه وحشه هتسمعها، ما فيش اي موقف وحش هتشوفه. فلا، علاقتي كانت كويسه جدا من جيلبرتو وفلافيو برضه في نفس الوقت، عشان فلافيو على طول عامل كده ومكشر. لا انا من الناس بقى اللي كان بيحاول يهزر معايا بطريقه غير طبيعيه. محمد عثمان بيقول لقاء اكثر من رائع، كابتن ربنا يوفقه وسلام للكابتن سيد معوض ابن الفيوم. اعتقد هاشتاج ماشي. كابتن اسلام معاك مصطفى عبد السلام من 100 عساس منود، احلى هدف للكابتن سيد معوض من اول ما بدا يلعب كوره. دي زمان صعب قوي. اهدافي قليله اصلا، مش كتير قوي يعني. لا بس انا طب لو عكسناها بمعنى ان احلى جون انت عملته. لا يعني احلى جون انا جبته مثلا جبته. يعني ما يعني كنت وقتها في كان ماتش منتخب مصر، كان كنا بنلعب الامارات في البطوله العربيه. يمكن المباراه دي جبت فيها جونين. يمكن انا جبت جون كره وقعت من ايد الجون، فاول ما نزل خدتها فرست تايم برجلي اليمين، وانا اصلا رجلي اليمين يعني مقطوعه. وانا رجلي اليمين للمشي بس يعني انت فاهم. فدي من الحاجات يعني كان رد فعل استغربت فراحت في الجون. فطبعا دي من الحاجات اللي بالنسبه لي غريبه وعمرك ما هتنساها، وعمري ما لان عمري ما هعملها تاني اصلا. وائل جرجس بيقول انا بحبك جدا يا كابتن سيد لانك كنت لاعب مجتهد ومحترم. ممكن تكلمنا عن ذكرياتك مع كوتا؟ لا يعني لسه شويه ذكرياتك مع كوتا دي لسه شويه. نيمار بيقول كابتن سيد معوض منور بيتك والبيت الكبير مع حبيبنا كابتن، اشكرك جدا. ايه اخبار بركوتا؟ هنقول دلوقتي كل اخبار بركات. محمد عجمي بيقول هل الكابتن سيد استفاد من وجوده في الاهلي بعد ما وصل لمدرب المنتخب؟ طبعا يعني بكل امانه السنتين اللي انا بدات فيهم مع النادي الاهلي في الجهاز الفني فرقوا معايا بشكل كبير جدا. بص يا اسلام، انت بتاخد خبره كبيره جدا، وخصوصا الانديه. يعني انا دلوقتي اقدر اقيم مثلا تجربتي مع النادي وتجربتي مع المنتخب، لان يعني الانديه مختلفه عن المنتخبات. شغل الانديه الشغل اليومي ده بيدي لك خبره كبيره جدا ومواقف كتيره جدا، سواء مع اللعيبه، سواء مع جوه الملعب، سواء بره الملعب. المباريات الكتير جدا اللي بتلعبها، البطولات الكتيره جدا اللي انت لعبتها كل يوم. كل يوم ده يعني دي لك خبره حتى كمدرب في التعامل مع اللعيبه. أيوة. نوعيه اللعيبه، خلي بالك انت بتتعامل مع فرقه مثلا 30 لعيب كلهم ثقافه مختلفه، بيئه مختلفه. صح. تعامل مختلف تماما، كل واحد ليه دخله معينه. يعني اسلام غير سيد، لما تيجي تتكلم مع سيد اتكلم معاه باسلوب غير ما عايز اتكلم مع اسلام، غير احمد. كل واحد ليه تعامل مختلف. في الاول والاخر انت بتدير فرقه، بس في عندك حاجات شخصيه لازم تفرق بين التعامل. ما ينفعش تعامل كل الناس انا عندي مشكله مثلا مع الفرقه كلها، لا، ممكن مشكلتي مع اسلام، مع سيد اللي عامل مشكله في الفرقه بحاول ابعده. فالحاجات دي الخبرات دي بتيجي من التعامل اليومي. التعامل اليومي انت شايف قدامك اللعيب كل يوم. النادي بيفرق طبعا. طيب منور يا كابتن سيد، انت من الناس المحترمه اللي نورت النادي ده. احمد علي تمام. محمود بيقول مساء الخير يا كابتن، بمسي عليك وعلى حضرتك وكابتن سيد احسن، اشكرك جدا. كان ليا سؤال لكابتن سيد، احسن بطوله للكابتن سيد مع الاهلي ومنتخب مصر، وايه علاقه الحب الكبيره بين كابتن سيد مع محمد بركات، وهل ممكن تمسك
منصب في النادي الاهلي وشكرا. ده محمود يعني خلينا نبدا باحسن بطوله للكابتن سيد مع الاهلي ومنتخب مصر. مع الاهلي بطوله يعني يعني احسن بطوله ليا كانت 2012، ويمكن دي كان حظي سيء فيها ان انا ما لعبتش نهائي ان انا اتعورت، بس يعني كنت قاعد احتياطي. لا انا كنت متعور اصلا، كنت بره اصلا يعني انما انا طول مثلا دوري المجموعات انا البطوله دي من الحاجات يعني متهيألي كل الماتشات الحمد لله كنت من العناصر المميزه فيها. فالبطوله دي كانت مهمه بالنسبه لي جدا يعني. برضه بيسالك عن منتخب مصر. منتخب اعتقد يعني 2008 بطوله يعني ممتعه كوره وبطوله، انما كاس القارات ماتشات برضو يعني برازيل وايطاليا مختلف. وانا برازيل ده يمكن الماتش الثالث انا كنت متعور برضو ماتش امريكا، انما البرازيل وايطاليا ان انت تلعب وبالاداء ده سواء فرقه او سواء حاجه فرديه بالنسبه لي لا يعني كانت اجواء يعني مميزه الواحد ومن اهم البطولات فعلا الواحد شارك فيها. ايوه وما علاقه الحب الكبيره بين الكابتن سيد والكابتن محمد بركات؟ لا بركات يمكن خلي بالك علاقه الحب انا وبركات او انا وانت وعماد النحاس، عشان عماد لسه برضه تابليني من فتره، كلنا عشان بدانا مع بعض يمكن منتخبات واحده من واحنا صغيرين، منتخبات واحده وبدانا في الاسماعيلي مع بعض وكملنا في الاهلي ولحد دلوقتي، فاعتقد ان هي الفتره الكبيره دي اكيد لازم يبقى فيها علاقه حب متبادل بيننا كلنا يعني. هل ممكن تمسك منصب في النادي الاهلي؟ الحمد لله انا مبسوط ان انا من الناس القليله اللي هي اما بطلت اشتغلت جوه النادي واشتغلت يعني في وقت سريع ما خدتش وقت يعني. انا ما بعدتش عن النادي، انا بطلت في 2014 2016 كنت مدرب في الجهاز الفني، فده بالنسبه لي شرف كبير جدا. طبعا اي حاجه يمكن المنصبين اللي انا مسكتهم اسلام سواء في الاهلي او المنتخب هم دول الحاجتين حلم لاي حد. فانا الحمد لله يعني انا يعني بتشرف ان انا بداياتي مع النادي الاهلي ومنتخب مصر بدايه مميزه ليا. محمد نصر السلام عليكم منورين يا كابتن، ايه اخبار المنتخب مع كابتن سيد؟ تمام. عبد الرحمن المنان منور بيتك يا كابتن سيد، انت وكابتن اسلام اشكرك. تالين بتقول تعادنا للكابتن الرائع سيد معوض، عايز اساله هل الكابتن رمضان دور في انتقال كابتن رمضان السيد طبعا ليه دور في انتقال الكابتن سيد للنادي الاهلي، وعايز اعرف معلومه عن عمر سيد معوض عن دراسته مركزه في الملعب، هو تقريبا مواليد 2006، وعلي سيد معوض بيلعب ولا لا؟ علي ده بقى هحكي لكم عليه قصص يعني يلا بعدين. خليني ابدا بكابتن رمضان، هل الكابتن رمضان السيد طبعا حماك، فهل الكابتن رمضان كان له دور في انتقالك للنادي الاهلي؟ كان ليه دور كبير جدا، يمكن حتى التقرير اما اللي كان موجود اما اتقال ان الكابتن خطيب اللي خلص الموضوع معايا، يمكن انا رحت مضيت في بيت الكابتن خطيب، كان وقتها الكابتن هادي خشب ومدير كوره ومنسق الكوره او كان منسق الكوره وقتها، ورحت انا والكابتن رمضان، يمكن كان في تفاوض مع نادي تاني خلال الفتره دي، ان انا والكابتن رمضان رحنا للكابتن خطيب البيت وادينا له العقود وهي فاضيه. كابتن مندي بقى وادينا له العقود وهي فاضيه، هروح حته ثانيه يعني انا عقودي كانت مش مليانه يعني مش مكتوب فيها حاجه كمان. تمام. عايز اعرف معلومه عن عمر. عمر طبعا مواليد 2006 2006 وعمر موجود في النادي، بس كل الناس النادي. بتتكلم عن عمر ان هو بعيدا عن ان هو عمر سيد معوض يعني، ولكن بيتكلم عن عمر الناس كلها بتتكلم عن عمر لما بتيجي تسال حتى الشباب الناشئين المديرين الفنيين اللي موجودين، لما تيجي تسال رئيس قطاع لما تيجي نسال عن عمر الناس كلها بتتكلم عنه بشكل جيد جدا. الحمد لله يعني دي نعمه كبيره من عند ربنا بحمد ربنا عليها، و يعني هو بدايته زي الناس كلها يعني اتمنى له يعني ان شاء الله ان هو يكمل جوه النادي ويبقى ليه دور كبير. بيلعب ايه يا عمر؟ عمر يعني بيلعب وينج ليفت او رايت. الحمد لله مش باك. الحمد لله. لا بس في بعض المدربين بيرجعوا برضو عشان انا مش عارف هو مالوش علاقه بيا. لا عمر مختلف يا جماعه خالص عن سيد. عمر يعني بسم الله ما شاء الله اطول من سيد يعني بعيد خالص عن الباك ليفت. علي بقى ده انا اللي احكي عن علي مش عمر يعني مش سيد، انا احكي عن علي لان علي ده قصه كبيره جدا يعني هيجي وقتها. انا وسيد قاعدين في حته واحده فبنلعب راكت على طول في على البحر يعني، احنا انا راجل اسكندراني وهو بيحب نلعب على البحر على طول، فعلي بقى هو اللي بيقعد يجري حوالينا ويجيب لنا الكور وكل حاجه. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. سيد معوض لعيب هاني بيبو بيقول سيد معوض لعيب حريف وبصراحه اللي يقدر ينافس جبرتو، تعرف ان لعيب جامد جدا فعلا.
احمد حسن بيقول ايه اصعب مباراه لعبها كابتن سيد وايه البطوله المفضله بالنسبه له؟ اصعب ماتش يا سيد؟ اصعب ماتش اعتقد بالنسبه لي جوه النادي كان مباراه الاتحاد الليبي هنا 3-0. لان احنا كنا خسرانين بره 2-0 قبلها باسبوعين. كان عامل الاوفر لميت لميت. ومن المباريات برضو الكبيره بالنسبه لي الماتش ده، عملت ماتش جامد جدا. يعني وكل الفرقه، انما ظروف المباراه نفسها كانت صعبه، ان انت تخسر 2 بره ملعبك ومحتاج تكسب 3 هنا. الشوط الاولاني خلصان 0-0، فانت برضو كان الموضوع صعب شويه. انما طبعا يعني بص، النادي الاهلي في حاجات ما بتبقاش صعبه، يعني حتى صعبة. يعني حتى لاخر دقيقه انت موجود جوه الملعب وبتكسب يعني.